نجي الآن إلى بعض الأمثلة التوضيحية. يقول إن عندنا كلوز بلت درايف حسب هذا الموجود، الدي كابتر 0.45، الدي سمول، الاس اللي هي احنا قلنا هناك هي الاكس نفسها اللي هي مسافة 1.95، الاوميجا كابتر، التي 1 ماكس، البيتا يعني شنو معناها؟ معناها الفلات، الان تساوي لنا 1، الميو معامل الاحتكاك 0.25، لك احسب لنا الار والثيتا والباور ماكس عندما هالكثر، اعتبر الباور ماكس والاوميجا عند الكتلة التالية. احنا الار ممكن ان نعرفه هو الدي على 2 طلع مقداره، والار سمول اللي هو الدي على 2 ايضا طلع مقداره. ممكن نحسب الثيتا حسب هذا القانون، هو ايش قال لنا؟ حسب هو اذا كان كلوز الى قانون خاص، واذا كان اوبن ايضا الى قانون خاص. بالنسبه الى الكلوز اوبن حسب هذا القانون اللي هو 360 ماينص المقدار، طلعت لنا بالديجري نضرب في باي على 180 يطلع لنا وين؟ هاي هنا راديان. طول ايضا حساب ايضا عندنا كل نوع الى شيء خاص. الار كابتر زائد ار في ثيتا زائد 2 في الاس في الساين مقدار مخين، هذا هو طلع لنا الطول المحدد. بما انه التي متكيه هو الف اللي هو التي ماكس، فنقول اللي هو التي 1 الى التي 2 يساوي سميشن الميو في الثيتا على اعتبار هو فلات ماكو وماكو سنترفيوغال فورس، فهذا هو القانون. من عندنا نطلع التي 2، الفي هو قانونه ثابت، هو الار في الاوميجا، الار موجود والاوميجا موجود ايضا طلعناها. من هنا نطلع مقدار الباور مباشرة هو التي 1 ماينس الفي، التي 1 للفي ماينس مباشرة طلع. لإيجاد البي باور ماكس الموجودة احنا أول شيء راح نحتاج شنو؟ نطلع شيئين أساسيين. الشيء الأول اللي راح نطلعه هو الفي أوبتيموم اللي هو التي 1 ماكس موجود على 3 من الام أيضا موجود، والباور ماكس راح يساوي لنا 2 على 3 في التي 1 ماكس والفي أوبتيموم كله موجود يطلع مقدار. الأوميجا اوبتيموم اللي هي الفي اوبتيموم على الار ايضا هو موجود. هنا عندنا البي ماكسيمم نوعيتين، عندنا عن طريق الاوبريتنج سبيد وعن طريق الاوبتمايزيشن سبيد، هاي الفرق بيناتهم، هذا هو قانون يختلف وهذا هو قانون يختلف. المثال الثاني قال لنا اوبن بلت درايف سيستم، معطينا البارتيكلر الموجود ايضا كلهم، اللي يريد الال والثيتا والبي ماكسيمم عنده سرعه الاوبريتنج والسرعه عندما الاوبتمايزيشن. الار ايضا ممكن اعتباره والدي ايضا بسيط، الثيتا حسب القانون مالته بالنسبه للاوبن يطلع مباشره، والال بالنسبه حسب من؟ حسب الطول الموجود عندنا ايضا نحسبه منه موجود عندنا قيمته. التي ماكس موجود، سنترفيوغال هنا موجود على اعتبار انه الام في الفي سكوير، طلعنا الفي هذا القانون، من عند التي سي طلعنا هذا القانون، انه التي 1 خلينا نجربه ويا 3 التي سي طلع اصغر من الالفين، اذا اوكي. البي ماكسيمم راح تساوي لنا انه الالفين ماينس التي سي في الفي في هذا القانون طلع مقدار معين، وهنا الفي اوبتيموم هو التي ماكس على 3 ايضا حسب هذا، والبي ماكسيمم حسب هذا القانون.